خير الزاق يا كريم يا الله يا الله. وانا صغير ودحين كمل لي الغداء وانا كبير. دارت بيتك وعادك لحمه حطيتك في عيني انا وبهترك. قلت لك انا خايفه عليك. وليش تخافي؟ وما في رقبتي لا دين ولا دم. الله ينتقم بمن غدر بك يا ناصر. قتلته يا رياحنا. ما بتفعل؟ ما بتدور؟ يحيى من المريض اليوم؟ حي الله من جاء، رحبوا بالضيوف قرحوا. خلنا ننسحب فوق. خلاص يا رجال هرموا هرموا يا رجال خلاص. من فعل هذا النثر يا حميد؟ ومن به غير ابو النثرات يحيى؟ الله اكبر عليه. يلا تمسك التغطية وتراسك بس.
تخافش يا ابني، مالك؟ ما تخافش. نقول لك لا تستجعش، نقول لك جز تعشى، هاي ماذا عند تعشى. سلام. على فكرة يا سمير، اللي اسمه يحيى طيب ومسكين وقصده خير. تشتي صدق، مسكين وغامض في نفس الوقت، ما قدرت تفهمه. المهم كانت نهاية الرحلة مخيفة. المهم الحمد لله على سلامتكم. طيب ايش اسم القرية اللي انتوا رحتوا لها؟ قرية الرياحنة. قرية الرياحنة؟ كأني قريت على هذه القرية، قريت عليها منشور عن قضية سد الماء، صح؟ القضية هذه من زمان، قرية الرياحنة وقرية المقاورة مختلفين على سد ماء من سنوات. يحيى! خير يوم عمارسة. لا تخرج يمي، يكفيني يا ابوك، خرجوا ما عاد رجعش. يحيى! يلا والله ما به، ما تقلقش ما تقلقش. يبني لا تخرج. اسرق لي يا يحيى. ما هو؟ ما قلت؟ لحظة لحظة يا ولدي لحظة. يعني ما هي مصلحة الدكتور انه يتهمك إذا ما هوش متأكد؟ أنا كنت معكم يا عم حميد في العرس. أنت خرجت وما كنتش معانا وقت الهجوم على الشيخ شعيب. يا جماعة الخير، أنا صرت أوصل سمير، خرجت لا خارج القرية، هو ده حاكي يا علوي. أيوة، ما هو الموضوع؟ أنا خرجت لا خارج القرية مع سمير ولا لا؟ أيوة أكيد. أنت خرجتني من العرس وقلت لي إني به مريض يحتاج معاينة، وبعدها طفت الكهرباء وما حد غيرك يطفيها، لكن عاد أسير أمن المنطقة أبلغ علي لأن ما عاد بها أمن بهذه القرية. لحظة يا دكتور الله يحفظك، ما بالله ده إحنا أهل، ما بش داعي لهذا كله. وبعدها أما يحيى خلي تربيته عليها. أيوة يا دكتور، وبعدها أنت عرفنا في القرية على واحد واحد، مش ممكن نفعلها، يعني نسرقك ونزيد نضربك، هذا ما قد حصلتش. لحظة، أنا أقول لكم يحيى أنا شكفة له. وما هو لك يا دكتور، أنا تحت أمرك. ما عليك يا دكتور إلا تستلم حقك كامل، ما يضيع حق، وبعده مطالب. قطعنا علاقتنا بالقرية الثانية، ما عاد باقي بيننا وبينهم إلا أنت، ما عاد معك جالس في القرية. ما قد معك يا حميد، قل لي ما تشتي. تشل مرتك وتخرج من القرية، ما عاد عن خيرك شنك تطلقها ولا تبقيها على ذمتك، لأني مسكينة أمي يحيى ترحمها الله ما عاد مش معاها حد في القرية. حميد اقنع، ما عاد أخرجش من القرية، وبعدها شجلس شوكة في حلقك. عنشوف يا ناصر. اشتي اعرف من دخل بيت الدكتور وفعل نفس الحركة اللي فعلتها انت. يمكن السارق اللي سرق الدكتور هو نفس السارق اللي دخل بيتنا. ومتى حصل هذا؟ من يومين، ويحيى ولا قدر يعرف من هو. وليش ما كلمتني يا يحيى؟ اللي دخل بيتنا ما هو السارق ولا سرق شيء. نقص حاجة في البيت يماه. ماشي، لكن منو السارق؟ أنا. في نظر القرية كلها أنا السارق، ومهما تكلمت أو تحاكيت ما حد بيصدقني. صلي على رسول الله، إحنا مصدق لك. اللهم صلي على محمد. اللي فعل عماك مش عشان الدكتور ولا علشان حميد، يشتي يملك كل ما في القرية، بأي طريقة يشتي يخرجنا من القرية.
ايش يصغرني امام الكل؟ لاني في نظر اهل القريه كبير. حميد ما يشتي احد يقول اكبر مني. لاني ابن ناصر المجاوري اللي وقف ضده. وانت ايش حتفعل؟ خلي مع اهلنا اليوم، والحل حيكون عندي والفصل لازم يخرج. افتح السد واشتي الرياحنا والمجاوري يتصالحوا وترجع المياه المجاري. يبني بعد عن السد، شو عليك؟ يسدو ما يسدوش ما دخلك. انا يبني مش ايش اخسرك، ساعة ما خسرت ابوك. الله يرضى عليك يا ولدي، ابعد عن السد وعن حميد. يوه بتعبت، تأخرنا. أمي عطيح فوقي ما شو وصل البيت اللي وقت طفحت. كل ما جلسنا تعبنا. هي قومي اجلسي شوية بس، ما مش معانا ماء ومي مريعة. من نسأل ما حقها أنا؟ بحد يجلس في البقعة هذه غيرنا؟ هذه الأيام ما حد بينسى شيء. يمكن أن الماء حقش ما قد بصرته لحد يجلس هنا. هو ده حق الماء، ما شلش دبة، يمكن حط رحالش. أنا ما حد بيذكرني غير أمي، وأنا ما معي إلا عمتي، ما بتخرج من البيت. أقول ليش؟ أرجع لها ونتقاسمها بيننا؟ لا لا، يمكن حق حد طرحها وعا يرجع لها. ما أظنش إنها حق حد، لو أرجع لها إنها خرج. ما رأيش غضوان بكان يصير عند سلمى سكتة بدون ما حد يدرى؟ والله إنه صدق يصير نغير جو. اسمع يا صاحبي، أنا وكل واحد في القرية يعرف من هو يحيى، وأتحدى واحد يقول إنك سامي. أنا وين أنت ماشي تفهمني؟ يمكن ما عاد فهمنيش، ما ضقت ضقت وضاقت بي الدنيا. الله المستعان يا يحيى، كيف ما فهمك؟ أنا أكثر واحد يفهمك. لكن يا صاحبي ضروري نلقى طريقة نثبت إنك بريء. وبعدها هذا الدكتور ما يشمع الدليل يقول إنك سارق. وأنا ما بشمعي دليل أثبت إني بريء. سال يا صاحبي، ربك كريم، هو المبتلي وهو المخارج. الباري كريم، كريم إن شاء الله. أسمعك قصيدة. صاحبة السهام مدري سهام عينيك مدري ما عليك. هذا المرة القصيد الأخي وصديقي يحيى. صد هذا عتكون أول مرة تهديني فيها قصيدة. سمعني سمعني يا صاحبي، على الأقل نبعد الضبح. يحيى يحيى وهل يحيى سوى أنشودة أشدوا بها إن أقبلوا أو غابوا. هو كالسماء بعيدة ومنيعة، وصفاؤه كم حفه الإعجاب. هو كالصباح له نسيم عاطر، هو كالشروق طيوره أسرار.
استرك. يا الله استرك. صديقي خارج بين الرصاص. صبية خرجت والقريب تحترق. صوت الرصاص قريب. وصبية. سيرتي. اجلسي هنا يا جدة. يما سمع رصاص قريب. لا تخافيش. يا الله الطف. ايوه ماذا الحين؟ ما بش لك اي عذر، وقعت في يدي. اخيرا مسكتك يا يحيى. كنت دائما اكلمكم يا رياحنا اني يحيى هذا السارق، ما صدقتونيش. كان فاعل نفسه محترم ومسكين، واليوم هذا دخل لحوش بيتي يسرقه، ومن قبل سرق الدكتور أنور، وبكرة يعلم الله من عيسرق من أهل القرية. كم كلمتكم وكم قلت لكم، كنتوا تلوموني دائما، لكن اليوم هذا وقع. شاء رحمن راحمين إني قبال عيونكم اصطاده داخل حوش بيتي. ما بي يا جماعة الخير، ما هالرصاص هذا الساعة، ما به. ما لكم؟ شعفوا شعفوا، ثقيل ومث ثقيل. ما قيل أبي الدليلالي، كل أصحابي معاهم إلا أنا. يا ولدي بين افتجع عليك. على إيش هتفتجع يوم ما قدنا رجاء؟ يا ما معك يا ولد، ما قد بين بتحتال على أمك، ما تشي منها. قوة يا حميد، ادي له الآلة يخرج مع أصحابه. المفروض إنه ذا الحين يشلش بيت خاله، ما تشجعيش إنه يخرج مع الصعاليق حقه. سهل سهل، أنا عاد أخرج لحالي. ادي له الآلة، قوة لا تكسر بخاطره. أنت اللي بتكسري بخاطري دائما وتخليه يمشي كلامه عليا. استغفر الله العظيم. أبا خلي الرصاص، ما عاد افعل بين شيء. خلينا نخرج الرصاص، لا عاد تفعل انا فعله. وين انت يا يحيى؟ من الصبح ما بصرتكش مختفي. في القريه؟ اسرع رجعت القريه. خير ان شاء الله. انا رجعت المستشفى اطمن على وليد. خير ان شاء الله. تواصلين. مع السلامه. طمني يا عم، كيف هو وليد الان؟ وليد بيحملني خطية أمه من يومها، لا أحد بيسمعني ولا بيفهمني. دعي لب الهداية، دعي لب الهداية. الله يهدي الجميع.
يلا يلا. هذه هي القريتين، والمشكلة أنهم جنب بعض ومتجاورين. وهذا يحيى الذي كلمتكم عنه. إيش الطعم هذا؟ نفسي خالتي خيزران تعلمني كيف بتصلح الكعك حقها، جاي عندها وهي تعلمش. نشي نفهم منك قصة السد. أنت فاضي اسمعي القصة، قصة طويلة. أيوة. شوفي، السد هذا هو كان مغلق من يوم ما ولدت، عرفت نفسي ومغلق لأنه أصله وصل في قاتل ودم وقطيعة. يا الله، لهذه الدرجة الموضوع ما حد قدر يحله؟ أعظم أعظم، لأن الموضوع قد وصل للمحاكم ودخلوا في وجيه وجيهان وعدة ناس، لكن ما اتفقوش نهائيا لأنهم ما سدوش الرياحن والمجاورة. الموضوع كبير بحكم أن فيه قتل ودم. لا كبير ولا شيء، لو اتفقوا القريتين أن الموضوع سهل وبسيط جدا. يوه، ما لها ريحانة أو رقدت؟ ريحانة ريحانة ريحانة، شكلها مدوخة. ريحانة 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 ريحانة. طيب يا يحيى، ما لك ساعدنا في هذا الموضوع، إن الموضوع مهم للغاية. الصراحة أنا مش متفائل بيحيى. ولا أنا. ريحانة تعبة قوي يمه، للمي يحيى ما يجاوب. هاي يمه. ألو، السبب ولا الزمن أصبح غريب، صرنا جروح للوقت وأحزان السنين، هل باقي روح للكره ولا للخلاف؟ أولادنا رهن الضياع، وكل يوم نخسر ويجرحنا وداع. أي لوم رضا، وأولادنا رهن الضياع، وكل يوم نخسر ويجرحنا وداع.
الحياة حتى تعود المياه إلى مغاني النفوس قبل الربا قبل الغروس والكل نفسه تطيب مثل المحب للحبيب نفتح طريق القلوب يسقينا سد الغيب.